تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. هو ليس شعاراً اختار الرئيس أن يردده، إنما هو تجسيد لعظمة وقوة مصر وأهلها الذين نجحوا في أن يقطعوا شوطاً طويلاً في اجتياز مرحلة في تاريخ مصر الحديث أقل ما توصف به أنها الأصعب، فكانت دائماً وأبداً تحيا مصر. تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد في 4 يونيو 2014، ومنذ ذلك اليوم وضع نصب عينيه تحديين رئيسيين هما مكافحة الإرهاب والتنمية، حتى يستطيع بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة. وأنا كمان معاك والله. كانت مصر في ذلك الوقت تواجه تحديات كبيرة قد تكون الأخطر على مدار تاريخها. كانت من أهم هذه التحديات تنامي الإرهاب في سيناء وفي كل أنحاء الجمهورية بشكل كبير، فجماعة الإخوان المحظورة اختارت العنف منهجاً لها، كما أن الأوضاع الإقليمية زادت توتراً في ظل نمو وازدهار التنظيمات الإرهابية في المنطقة وحول حدود الدولة المصرية، وبدا الاقتصاد منهكاً والجهاز الإداري متهالكاً ومؤسسات الدولة مترهلة بفعل الزمن. الدولة دي سنة 67 ما كانتش مديونة بجنيه واحد، ما كانش عليها حاجة. سنة 60 كان في غطاء ذهب للجنيه المصري. الكلام ده راح في حرب اليمن، ثم ابتدت المديونية 68 و69 و70 أرقام بسيطة إلى أن وصلنا النهاردة لتريليونات من الجنيهات. ده مسار الاقتصاد بتاعنا اللي احنا بنتكلم على إصلاحه. تأخر أو ما تأخرش مش دي القضية، لكن احنا بنتكلم على واقع احنا كنا موجودين فيه واحنا دلوقتي بنجابه. ومش بنجابه كحكومة، لا، احنا بنجابه كدولة وشعب. أما على مستوى السياسة الخارجية، فكانت مصر تعاني من عزلة دولية فرضت عليها في أعقاب ثورة 30 يونيو، منعزلة عن القارة الإفريقية، وجمدت عضويتها في الاتحاد الإفريقي الذي شاركت مصر في تأسيسه، وانهارت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا فيما يتعلق بملف سد النهضة، وانشغلت مصر بهمومها عن أمتها العربية. كانت كل هذه التحديات أمام الرئيس السيسي وهو يضع الخطة لاستعادة مكانة الدولة المصرية وتحقيق حلم المصريين في وطن يليق بهم، فبدأ العمل منذ اليوم الأول على معالجة كافة الملفات بالتوازي، فأطلق ما يعرف بخريطة الطريق التي تتكون من 8 محاور رئيسية. بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي حكمه بالتنازل عن نصف ثروته ونصف راتبه لصندوق تحيا مصر حتى يكون قدوة للمصريين في التبرع للنهوض بالدولة. أنا متبرعة بالمبلغ دي لصندوق الله، وأنا متبرعة به للجيش والسلطة. ده فلوس كتير. لا حلو، ده أنا كل سنة إن شاء الله كل ما حوش حاجة هجيلك. وبعد شهرين من حكمه أعلن الرئيس السيسي العمل في المحور الأول لمشروعاته، وهو تحويل قناة السويس من مجرد مجرى ملاحي إلى منطقة تنموية عالمية متكاملة تضم بين دفتيها كيانات صناعية ولوجستية وتجارية تنافس عالميا في مجال الخدمات اللوجستية والصناعات المتطورة والتجارة والسياحة. وفي 5 أغسطس 2014 أعطى الرئيس السيسي إشارة البدء فعلياً في إنشاء مجرى ملاحي جديد لقناة السويس بطول 35 كيلومتراً، وتعميق المجرى الملاحي الحالي وتنمية محور قناة السويس بالكامل، والذي يضم 3 محافظات هي بورسعيد والسويس والإسماعيلية.
وفي خط متوازن لحفر قناة السويس الجديدة تم إنشاء 6 أنفاق بتكلفة 36 مليار جنيه، هي الأكبر في العالم. طول النفق الواحد حوالي 5820 متراً، تمر تحت القناة لتربط بين مدن القناة وسيناء، بهدف أن تكون خطوط المواصلات بدون انقطاع لتعزيز تنمية سيناء. تساهم هذه الأنفاق في تقليل حجم التكلفة للمواد الخام والنقل، وتقلل أيضاً من حجم المعاناة في الانتظار والعبور من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية والعكس، ليختصر زمن العبور إلى 10 دقائق فقط بعد أن كان يمتد لساعات، وهو الأمر الذي عانى منه المستثمرون. ومن أجل تنمية سيناء أيضاً تم إنشاء صحارة سرابيوم بطول 400 كيلومتر، والتي تعد أكبر مشروع مائي أسفل قناة السويس، تنقل حوالي 1.2 مليون متر مياه يومياً من ترعة السويس لزراعة 4 ملايين فدان وخلق مجتمعات عمرانية وزراعية وتنموية متكاملة. التمويل هنا هو المصريين، سهم وسند للمصريين، هم اللي يدفعوا ده. استجاب المصريون لنداء رئيسهم، وخلال 10 أيام فقط كانت حصيلة بيع شهادات استثمار قناة السويس المطروحة من البنوك القومية قد وصلت إلى 64 مليار جنيه مصري، وهو المبلغ المطلوب لتمويل المشروع. تزامن جمع هذا المبلغ مع ذهاب الرئيس لأول مرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما أعطى للرئيس ظهيراً شعبياً قوياً، مؤكداً إرادة المصريين في 30 يونيو. تحيا مصر، تحيا مصر. المحور الثاني لمشروعات الرئيس كان تنمية شبه جزيرة سيناء، والتي تبلغ مساحتها حوالي 61,000 كيلومتر مربع، وتمثل 6% من إجمالي مساحة مصر الكلية، وذلك من خلال إقامة مشاريع ومدن سكنية لتوطين حوالي 3 ملايين مواطن مصري. كما تم افتتاح أضخم مجمع لصناعة الرخام في مصر والشرق الأوسط في عام 2016، والذي يضم 7 مصانع للرخام بمنطقة الجفجافة بوسط سيناء، وإنشاء مصنع للأسمنت بالعريش بطاقة 7 ملايين طن سنوياً. كما جرى العمل في المنطقة الصناعية بأبو زنيمة لإنشاء 92 مصنعاً للخامات التعدينية. المحور الثالث لمشروعات الرئيس كان مشروع 1.5 مليون فدان لتمكين مصر من ضمان الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة 80%. هذا المشروع هو جزء من مشروع أكبر لاستصلاح 4 ملايين فدان في 17 موقعاً في 8 محافظات، هم قنا، أسوان، المنيا، الوادي الجديد، جنوب سيناء، مطروح، الإسماعيلية والجيزة. يساهم هذا المشروع في ترسيم الخريطة السكانية لمصر بعيداً عن الوادي والدلتا، من خلال توسيع الحيز العمراني وإنشاء ريف مصري جديد وعصري، مما يسهم في زيادة المساحة المأهولة بالسكان. وقد قام الرئيس السيسي بتدشين المرحلة الأولى للمشروع من سهل بركة في واحة الفرفرة في 30 ديسمبر من عام 2015، ليكون أضخم مشروع زراعي صناعي عمراني في تاريخ مصر، ويكون أيضاً النموذج الذي سيعمم على باقي أراضي المشروع. وبعد 4 أشهر وفي 5 مايو من عام 2016، أطلق الرئيس إشارة بدء حصاد محصول القمح والشعير. ولضمان نجاح المشروع واستمراره، تم إنشاء شركة قابضة لإدارة هذا المشروع الضخم، وهي شركة الريف المصري الجديد برأس مال بلغ 8 مليار جنيه.
وضمن مشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان في كافة محافظات مصر، أطلق الرئيس السيسي مبادرة إنشاء 100,000 صوبة زراعية يعادل إنتاجها مليون فدان. ومن أجل الاستفادة القصوى من مشروع المليون ونصف المليون فدان، تم إنشاء 25 صومعة في عدة محافظات، سعة الواحدة 60,000 طن بسعة إجمالية بلغت 1.5 مليون طن. كما تم إنشاء 105 شونة حديثة لتوفير قدرة تخزينية تصل إلى 9 ملايين طن، مما يساعد في القضاء على نسبة الفاقد التي وصلت إلى نسبة 25%. وبالتوازي مع هذا المشروع، تم تدشين مشروع المليون رأس ماشية، والذي يسهم في إنتاج اللحوم والألبان ومنتجاتهما بكمية كبيرة، ويسهم أيضاً في تقليص الفجوة الغذائية وتعويض النقص من اللحوم الحمراء، ذلك إلى جانب إنشاء مصانع إنتاج الأعلاف للماشية. ولكبح جماح ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والداجنة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية، افتتح الرئيس السيسي أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط في بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ على مساحة 4,000 فدان، تضم حوالي 1,395 حوضاً بطاقة إنتاجية تصل إلى 5,000 طن سنوياً، مما يسهم في تخفيض واردات الأسماك بنسبة 27% تقريباً. ويضم المشروع أيضاً أكبر مصنع لتجهيز الأسماك والجمبري. كما تم الانتهاء من مشروع الاستزراع السمكي شرق بورسعيد على مساحة 19,000 فدان، ورفع كفاءة بحيرات البرولوس والبردويل وقارون، والتي ستسهم أيضاً في زيادة الإنتاج السمكي. ومن أجل التنمية السريعة، ركز الرئيس السيسي على البنية التحتية باعتبارها القاعدة الأساسية لمختلف القطاعات، ومن أجل تحول مصر إلى مركز صناعي دولي، وهو ما أدى إلى تحسن في معدل النمو الاقتصادي. فتم تطوير شبكة الطرق والكباري وإضافة شرايين جديدة للبنية التحتية من أجل ربط المحافظات وتيسير حركة نقل الأفراد والبضائع، وهو المحور الرابع لمشروع الرئيس بتكلفة وصلت إلى 85 مليار جنيه. فقد تم إنشاء 7,000 كيلومتر طرق جديدة وأربعة محاور على النيل، إضافة لإنشاء 200 كوبري بتكلفة بلغت 25 مليار جنيه. ومن أجل خدمة التنمية المستدامة وتسهيل الاستثمار ودعم الصناعة، كان لابد من ربط كافة أنحاء الجمهورية بالمطارات، فتم بناء 5 مطارات جديدة وتحديث المطارات القائمة بهدف تطوير الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية وتحديث المنظومة الأمنية بها ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين. وإضافة إلى المطارات، فقد تم إنشاء حوالي 14 كيلو أرصفة بحرية في إقليم قناة السويس، تعد الأكبر على مستوى موانئ العالم، وتضع مصر بذلك في مصاف الدول الكبرى في حجم التجارة العالمية. هذه الطفرة الكبيرة في إنشاء المشاريع القومية العملاقة والبنية التحتية وتطوير منظومة النقل والمطارات والموانئ، كان أحد أهدافها هو خلق مدن جديدة بعيدة عن الدلتا والوادي لزيادة المساحة المأهولة بالسكان في مصر من 6% إلى 10%، وذلك لاستيعاب الزيادة السكانية التي قدرت بحوالي 100 مليون نسمة بحسب التعداد السكاني لعام 2017. فقد قدرت زيادة مصر السنوية بحوالي 2.5 مليون نسمة، مما يزيد من التكدس السكاني الذي بدوره يزيد من الضغوط على الاقتصاد المصري. وقد حصلت مصر على المركز 13 عالمياً في تعداد السكان، ولذلك كان المحور الخامس من مشروعات الرئيس هو بناء مدن جديدة، وتم إنشاء 14 مدينة جديدة. أهم هذه المدن الجديدة هي العاصمة الإدارية الجديدة التي جاءت فكرة إنشائها لتخفيف الضغط على العاصمة القديمة القاهرة الكبرى، التي تعد أكثر عواصم العالم ازدحاماً، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد سكانها إلى ما يقرب من 40 مليون نسمة في غضون العقدين القادمين.
تبعد العاصمة الإدارية الجديدة حوالي 60 كيلومترا عن قلب القاهرة، وتبلغ مساحتها 170 ألف فدان. وتستهدف العاصمة الإدارية الجديدة جذب حوالي 7 ملايين نسمة، وتشمل مناطق سكنية متعددة المستويات لكل شرائح المجتمع، ومدينة الحكم لإدارة شؤون الدولة والمقر البرلماني الجديد. ومن المتوقع انتهاء المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة في عام 2019، بحيث يتم نقل عدد كبير من الوزارات والمصالح الحكومية إليها مع توفير مسكن للموظفين. ولضمان إدارة العاصمة الإدارية الجديدة تم تأسيس شركة مساهمة برأس مال يقدر بستة مليارات جنيه. المدينة الثانية هي مدينة العالمين الجديدة، وهي مدينة متكاملة في قلب الساحل الشمالي الغربي، يتم تنفيذها على مساحة 48 ألف فدان، وبمشاركة 15 ألف عامل و21 شركة مقاولات باستثمارات تصل إلى 40 مليار جنيه. المدينة الثالثة هي مدينة الجلالة العالمية، ذات الموقع المتميز والغنية بالكثير من الثروات التي ستحقق التنمية لمصر، مثل خام الرخام المشهور عالمياً ويصدر تحت اسم رخام الجلالة وخام الكولينا والطفلة ورمل الزجاج. مدينة الجلالة مقامة على مساحة 17 ألف فدان أعلى هضبة الجلالة، على ارتفاع 700 متر من سطح البحر، والمدينة كاملة المرافق والخدمات على أعلى مستوى. ولخدمة المدينة والمنتجع، تم شق طريق العين السخنة الزعفرانة في وسط جبل الجلالة، ويعتبر من أصعب المشروعات التي نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك لوعورة المنطقة الجبلية ذات الكتل الصخرية الشديدة التي يقام عليها المشروع، والذي استلزم نسف ارتفاعات قدرت بحوالي 230 متراً. أما المحور السادس لمشروعات الرئيس فهو إنشاء 1.5 مليون وحدة سكنية بمساحات توفر حياة كريمة للمصريين. ومن منتصف عام 2014 تم بناء 245 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وجاري العمل في 355 ألف وحدة أخرى بإجمالي 100 مليار جنيه. وكان للعشوائيات نصيب من هذه التنمية التي تشهدها مصر. صندوق تحيا مصر اللي انا بتكلم عليه ده، قلت انا عايز فيه 100 مليار جنيه تبرعات من المصريين، فقالوا انت هتعمل بال100 مليار جنيه. هو القضاء على العشوائيات كان احد اهم الملفات للرئيس لتوفير حياة كريمة للمصريين، ولذلك كانت الأولوية لسكان العشوائيات والمناطق الخطرة غير المخططة والقضاء على كل اشكال السكن العشوائي. فكان حي الأسمرات في القاهرة وحي البشاير في غاية العنب في الإسكندرية مثالاً لما يهدف له المشروع. فتحت الباب لقيت شقة الأجهزة كلها موجودة، التلاجة، بوتاجاز، غسالة، سفرة، الأنتريه، أوضة النوم، أوضة الأطفال. وفي نفس الوقت تم تطوير أكثر من 200 قرية على مستوى الجمهورية تعد الأكثر فقراً. وفي إطار إخلاء القاهرة من المناطق العشوائية، تم نقل كل المدابغ القائمة بمنطقة مجرى العيون إلى مدينة صناعية متكاملة ومتخصصة في دباغة الجلود وصناعتها في منطقة الروبيكي التابعة لمدينة بدر، والتي تم إنشاؤها خصيصاً لتكون مركزاً لتطوير صناعة الجلود، وذلك على مساحة 1629 فدان. كما تم تخصيص مساحة للأشجار لاستغلال المياه المستخدمة في الدباغة لتكون مورداً للأخشاب لمدينة دمياط للأثاث، وهي أحد أهم المشروعات القومية على أرض دمياط، وأكبر مدينة حرفية صناعية متخصصة في صناعة الأثاث، تتضمن أكثر من 2400 ورشة، وتعد مركزاً لوجستياً على مساحة 331 فدان شمال شرق ميناء دمياط، وتابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ولسد احتياجات الصناعة من الكهرباء ومعالجة الانقطاعات المتكررة، تم إنشاء مشاريع جديدة للطاقة، فكان ذلك المحور السابع لمشروعات الرئيس. احنا كنا هنتعرض لانهيار حقيقي، ليه؟ لان كل المصانع اللي كانت موجودة ابتدت النهاردة تقول لك انا مش قادر اشتغل، انا بشتغل واطفل والنور يتقطع عليا او يفصل لمدة ساعتين ثلاثة في اليوم على فترات متقطعة، وانا مضطر ان انا ادفع مرتبات العاملين، وده امر بقى ضاغط عليا ومبقاش اقتصادي. يبقى احنا النهاردة احنا بندفع بقى نتيجة عدم مواجهة مشكلة البنية الاساسية وعلى رأسها الكهرباء على سبيل المثال، ان احنا بندفع لانهيار الدولة ديت. الناس هتبتدي تسرح عمالها وتقفل مصانعها، ويبقى في عبء ضخم جدا جدا على الدولة المصرية وعلى شعبها، ينفجر ما يتحملش. المشروع القومي للكهرباء والطاقة المتجددة نجح في علاج انقطاع الكهرباء الذي استمر أكثر من 7 أعوام، وتحقيق حالة استقرار كبيرة من خلال إضافة قدرة جديدة للشبكة القومية للكهرباء، فتم إنتاج 25,000 ميجاوات من الكهرباء بما يوازي 12 ضعف قوة السد العالي، وذلك من خلال استكمال 5 محطات كهربائية كان قد تم بدء العمل بها، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمحطات توليد الكهرباء من خلال برنامج صيانة ضخم لمحطات الكهرباء. كما تعاقدت الدولة مع شركة سيمنز الألمانية لإنشاء 3 محطات لإنتاج الكهرباء بتكلفة 8 مليارات دولار بالعاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف والبرولوس، بإجمالي قدرات 14.400 ميجاوات، أي بقدرة 4.8 جيجاوات للمحطة الواحدة، وهو ما جعل من كل واحدة من هذه المحطات أكبر محطة كهرباء يتم بناؤها في العالم تعتمد على الغاز الطبيعي. وجاري أيضاً إنشاء شبكة جهد فائق الجودة على مستوى الجمهورية موازية للشبكة الحالية بطول حوالي 2000 كيلومتر شبكات خطوط بقوة 500 كيلو فولت، لتصبح شبكة موازية تقريباً للشبكة القائمة منذ 60 عاماً. ولقد تبنت الدولة مشروعات الطاقة المتجددة من خلال إنتاج الطاقة من الرياح والشمس، وتم افتتاح أكبر محطة لإنتاج الكهرباء من الرياح في منطقة جبل الزيت بالبحر الأحمر، وجاري إنشاء محطة أخرى في السويس، كما بدأ تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية بموقع بنبان بأسوان، والذي يعد من أكثر المناطق سطوعاً للشمس في العالم. وتستهدف مصر مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 20% في تلبية احتياجات الكهرباء بحلول عام 2022. وفي إطار تنويع مصادر الطاقة، وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد إنشاء أول محطة نووية مصرية بقدرة إجمالية تصل إلى حوالي 4,800 ميجاوات من خلال إنشاء 4 مفاعلات نووية لإنتاج الكهرباء في منطقة الضبع على الساحل الشمالي. نحن نسعى إلى أن نكون جسر لنقل الكهرباء شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً. ومن أهم المدخلات في البنية التحتية لتوليد الطاقة في مصر هو الغاز الطبيعي. كانت مصر من بين أكبر 10 مصدرين للغاز الطبيعي المسال في العالم، ولكن بعد ثورة يناير والتدمير لخطوط أنابيب الغاز وعدم إبرام عقود جديدة للتنقيب لمدة 3 سنوات، نقص المخزون الاحتياطي القومي من الغاز الذي كان يقدر بنحو 12 تريليون قدم مكعب، وهو ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي والتوقف عن ضخ الغاز الطبيعي إلى 60% من المصانع الثقيلة، الأمر الذي ألحق الضرر بالاقتصاد المحلي. وتحولت مصر لدولة مستوردة بدلاً من دولة مصدرة للطاقة، وأصبحت 8 أكبر مستورد في العالم للغاز الطبيعي المسال، والذي بلغت فاتورة استيراده نحو 220 مليون دولار شهرياً. كل ذلك دفع وزارة البترول للبحث عن غاز البحر المتوسط غير المكتشف داخل المياه الإقليمية بالحدود البحرية الاقتصادية. طوال السنين اللي فاتت كلها لا نستطيع إن احنا نعمل تنقيب عن الثروات اللي موجودة في البحار في مياهنا الاقتصادية. احنا لما عيننا الحدود مع قبرص أتاح لنا إن احنا نعمل تنقيب في المياه الاقتصادية بتاعتنا، فطلع غاز أو حقل بور.
في أغسطس من عام 2015 اكتشفت شركة الطاقة الإيطالية إيني حقل غاز عملاق في البحر المتوسط في أحد المواقع التي حصلت على حق امتياز التنقيب بها من الحكومة المصرية، وهو حقل ظهر الذي وصف بأنه أهم اكتشاف غاز في البحر المتوسط والعالم. حقل غاز ظهر يوجد في منطقة كبيرة في البحر الأبيض المتوسط تسمى شروق، تبعد عن بورسعيد بنحو 200 كيلومتر، والاحتياطي المؤكد لهذا الحقل يبلغ 30 تريليون قدم مكعب. ولقد خفضت وزارة البترول وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من نحو 1.2 مليار قدم مكعب يومياً إلى حوالي 400 مليون قدم مكعب يومياً بنسبة تخفيض تصل إلى نحو 65%، وذلك بعد إنتاج حقل ظهر وحقل شمال الإسكندرية، مما ساهم في توفير العمولات الصعبة وفي تشغيل محطات الإسالة المتوقفة. فمصر لديها محطتان لتحويل الغاز من صورته الغازية إلى صورة سائلة لتصديره إلى دول أخرى. وتعتزم مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بنهاية عام 2018، وتصبح مصر مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة في منطقة الشرق الأوسط. وقد تم توقيع 62 اتفاقية بترولية بإجمالي استثمارات تفوق 3.15 مليار دولار، وطرح عشرات المزايدات للبحث والتنقيب عن البترول في خليج السويس والصحراء الغربية وفي عدد من المحافظات. المحور الثامن في مشروعات الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بناء الإنسان المصري وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية له، فبدأ بمشروع تكافل وكرامة بهدف دعم الفئات الأكثر فقراً في قرى صعيد مصر وفي بعض المناطق المتاخمة لمحافظتي القاهرة والجيزة، حيث تعيش بعض الأسر التي تعاني من الفقر الشديد. جاءت هذه البرامج استجابة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تبنتها الحكومة المصرية، والتي رآها الناس صعبة، مثل خفض الإنفاق على دعم مصادر الطاقة كالوقود والكهرباء وتعويم سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، وذلك حتى تتمكن مصر من الخروج من محنتها الصعبة، وهي انخفاض احتياطيها من العملات الأجنبية والاضطرابات الاقتصادية الصعبة منذ عام 2011. فبدون الإصلاح لن يكون بمقدور الدولة في المستقبل القريب الوفاء بالتزاماتها تجاه الأجور والمعاشات، ولن تستطيع الإنفاق على الخدمات كالصحة والتعليم أو المرافق كالإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي في ظل عجز متزايد في الموازنة العامة، يؤدي إلى تفاقم الدين العام وعدم القدرة على سداد أقساط الديون، ومن ثم الوصول إلى مرحلة الإفلاس. لم أتردد في اتخاذ قرار الإصلاح برغم كل التقديرات التي كانت تنصح بإرجاء القرار إلى مرحلة مقبلة أو إلى عهد رئيس جديد، حفاظاً على شعبية اكتسبتها في الشارع المصري. دي هتبقى خيانة. كانت أهم هذه الإصلاحات هو تحرير سعر صرف العملة، فالبنك المركزي المصري يعمل على التحكم بسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مما يعد تبديداً لاحتياطيات البلاد. لذلك أعلن البنك المركزي في نوفمبر من عام 2016 أنه سيترك صرف العملة لعوامل العرض والطلب من أجل تقليص الفجوة بين سعر الدولار الرسمي وقيمته في السوق السوداء، مما يعني القضاء على المضاربة على الدولار في السوق السوداء. هذا
هذه الخطوة مكنت البنك المركزي المصري من الالتزام بتوفير الدولار لسد الفجوات الاستيرادية في السلع الأساسية والاستراتيجية وسداد الالتزامات المتوجبة على بعض المديونيات والمساهمة برفع مستوى الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي والذي سجل رقما قياسيا بلغ 42 مليار دولار. كما أن تحرير سعر العملة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهو ما أدى إلى نتائج إيجابية على الاقتصاد القومي وانعكس إيجاباً على معدلات التضخم التي انخفضت من 35% إلى 25%. ولأن ارتفاع الأسعار هو إحدى النتائج المباشرة لتعويم الجنيه نظراً لاستيراد مصر أكثر من نصف احتياجاتها الغذائية، عكف الرئيس السيسي على تحسين أوضاع محدودي الدخل المعيشية من خلال تطبيق الحد الأدنى للأجور المقدر ب 1200 جنيه للفرد وزيادة المعاشات وزيادة العلاوات المالية للموظفين وضبط منظومة دعم الغذاء ببطاقات التموين بعد ثبوت عدم وصول الدعم إلى مستحقيه مع عدم عدالة التوزيع الجغرافي للدعم، فتم تحديث البطاقات التموينية وأصبح المواطن المستحق للدعم وهم 22 فئة تصرف حصتها التموينية من عدة سلع أساسية مثل السكر والزيت والأرز والمكرونة والفول من خلال بطاقات التموين الذكية والتي يتم التعامل بها إلكترونياً ويتم احتساب نقاط السلع والخبز فيها إلكترونياً بسعر رمزي، ويتم أيضاً الاستفادة من هذه البطاقات من قبل حوالي 20 مليون أسرة. كما تم إدخال منظومة الخبز حيز التنفيذ حيث تم صرف الدقيق لأصحاب المخابز البلدية المدعمة بالسعر الحر وتخصيص 150 رغيفاً شهرياً لكل مواطن، ويقدر عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز بحوالي 81 مليون مواطن بدعم قدره 40 مليار جنيه في العام، حيث إن تكلفة رغيف الخبز تبلغ 55 قرشاً ويباع للمواطن بخمسة قروش وتتحمل الدولة 50 قرشاً، وهو ما يعني أن الدولة تتحمل للمواطن شهرياً 75 جنيهاً لدعم الخبز. أدى نجاح تطبيق المنظومة إلى الحد من المهدر سنوياً من الدقيق وانتهاء الطوابير الطويلة من أجل الحصول على رغيف الخبز. بجيب الرغيف ربع جنيه وفيه رغيف كم بجيبه بخمسين قرش، دلوقتي هجيب الرغيف بشل هيفرق معاه، باخد 20 رغيف بجنيه وبجيب 20 رغيف بأكثر من 6-7 جنيه. وللمساهمة في تحسين أوضاع المواطنين عملت وزارة التضامن الاجتماعي على تنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقرى والمدن لخلق 4 ملايين فرصة عمل، فتم تخصيص 200 مليار جنيه قروضاً ميسرة للشباب من البنوك بفائدة لا تتجاوز 5%. كما عملت الوزارة على تدريب الشباب لسد احتياجات المشروعات القومية وتم توفير 3.5 مليون فرصة عمل في هذه المشروعات خلال فترة الرئيس السيسي الأولى. وكان لهذه المشروعات الأثر الأكبر في اختفاء ظاهرة قوارب الموت التي كانت تحصد حياة المئات من زهرة شبابنا غرقاً في رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط. أيوة، احنا من سبتمبر السنة اللي فاتت ما طلعش قارب واحد من مصر في اتجاه أوروبا، ومش هيطلع تاني إن شاء الله. وقد حظي الشباب برعاية خاصة من قبل الرئيس السيسي، وتم إعلان عام 2016 عاماً للشباب. تم إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للريادة بهدف تخريج قيادات شابة قادرة على الإدارة وتولي المسؤولية والمناصب القيادية وفقاً لأساليب الإدارة الحديثة، ويهدف البرنامج إلى تأهيل 2500 شاب وشابة سنوياً كمرحلة أولى. لقد كان إيماني وثقتي في الشباب المصري بلا حدود، حيث أعطيتهم الرقم الأهم في قائمة أولويات الدولة ورعيت احتياجاتهم على كافة المستويات، وكان انطلاق المؤتمرات الوطنية للشباب في نهاية عام الشباب 2016 بمثابة نقطة تحول في شكل علاقة الدولة بشبابها، حيث أصبح التواصل مباشراً والحوار بناءً والنتائج عظيمة. فقد حققت هذه المؤتمرات عدة مخرجات وتوصيات تم تنفيذها بكل إصرار وإرادة، ولعل من أبرزها هو الإفراج عن مجموعات من الشباب المحبوسين والصادر بحقهم أحكام النهائية. كما تم الاهتمام بجميع أنواع الرياضات وتكريم أبطالها والاهتمام بذوي القدرات الخاصة وتأهيلهم ليصبحوا أبطالاً في الألعاب البارالمبية.
ومن أجل إتاحة المعرفة للشباب تم إطلاق موقع بنك المعرفة على الإنترنت في 14 نوفمبر من عام 2015 لإتاحة التعريف بأمهات الكتب والمجلات والمواد التعليمية المصورة، والتي أصبحت أكبر مكتبة عربية على شبكة الإنترنت، مما يساعد على تطوير منظومة البحث العلمي. كما تم إنشاء 9 جامعات حكومية وخاصة جديدة خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، وارتفع عدد الكليات من 292 إلى 450 كلية، وارتفع عدد المستشفيات الجامعية من 88 إلى 109 مستشفى بنسبة بلغت 23%. ولأن البحث العلمي هو أحد أهم ركائز عملية التنمية، فقد كان لزاما علينا أن نسعى لتطويره ودعمه، حيث ارتفعت أعداد المشروعات البحثية بنسبة بلغت 232%، وشهدت أعداد الأبحاث العلمية المنشورة دوليا ارتفاعا بنسبة زيادة بلغت 29%. كان التعليم حاضرا في قائمة المشاريع، فتم تعيين 30,000 مدرس من أجل القضاء على العجز الذي وصل إلى 55,000 معلم، وتم إنشاء حوالي 6,000 فصل دراسي بمختلف مراحل التعليم في المحافظات، والانتهاء من بناء أسوار ل222 مدرسة بكافة أنحاء الجمهورية، وإنشاء 60 محطة طاقة شمسية على أسطح المباني المدرسية لتغطية 1,200 مدرسة. كما تم إنشاء 7 مدارس في 7 محافظات لمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، وهو نظام تعليمي جديد يجمع فيه الطالب بين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتعتمد فيه طريقة التعلم على البحث والتجريب، بحيث يكون الطالب هو مصدر المعلومة. بالإضافة إلى المشروعات القومية الكبرى التي تم تدشينها، كان هناك مشروعاً قومياً آخر لا يقل أهمية عن المشروعات السابقة، هو القضاء على فيروس الكبد سي، حيث إن مصر احتلت الترتيب الأول في قائمة الدول التي ينتشر فيها فيروس سي. في عام 2015 بدأت مصر في إنتاج العقاقير الخاصة بعلاج المرض محلياً، ما أدى إلى خفض كلفة العلاج من حوالي 11,000 جنيه إلى 1,500 جنيه مصري، ما أدى إلى اختفاء طوابير الانتظار، وتم علاج 1,400,000 مريض بنسبة نجاح بلغت 95%، وبتكلفة حوالي 3.7 مليار جنيه، وتم وضع العلاج ضمن برنامج التأمين الصحي، وأصبحت مصر واجهة عالمية لعلاج مرضى فيروس الكبد الوبائي سي. وبحلول عام 2020 ستصبح مصر خالية تماماً من هذا الفيروس. كما تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 205 مستشفيات ومراكز طبية ووحدات صحية و26 وحدة لعلاج مرضى السكر في كافة محافظات الجمهورية. ولقد شهدت الفترة الأولى من عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعماً استراتيجياً لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ظهر من خلال إطلاق مبادرات رئاسية تمثلت في تصميم وتصنيع الإلكترونيات وبناء قدرات ومهارات الشباب والخريجين في تقنية المستقبل، بجانب نشر المناطق التكنولوجية في محافظة مصر المختلفة لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتوفير 1,000 فرص العمل للشباب. كما تم افتتاح أول مجمع لتصنيع الإلكترونيات في المنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة في عام 2017، وتم تصنيع أول تليفون محمول بنسبة مكونات مصرية تصل إلى 45%. وفي إطار المبادرة الرئاسية رواد تكنولوجيا المستقبل للتعلم والتدريب التكنولوجي، تم تخريج الدفعة الأولى المكونة من 5,000 طالب من مختلف تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مجانية، وفي وقت صغير ممكن أقطع مسافة كبيرة في الإكسبرينس بتاعتي. وقامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ عدد من المشروعات الخاصة من أجل توفير الإتاحة التكنولوجية لمتحدي الإعاقة والدخول والاندماج في سوق العمل والحصول على وظيفة مناسبة عن طريق تقديم التدريب والتأهيل المناسب لهم، إلى جانب جعل مصر مركزاً إقليمياً لصناعة التكنولوجيا المساعدة باللغة العربية لخدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. وزارة الاتصالات ومعهد القوات المسلحة
رشحوني علشان أشتغل في جهاز بيع لشركة من كبار الشركات العالمية. الشركة كمان منحتنا الثقة بشكل عام بعد أول سنة عمل، وطلبت مزيد من ذوي الإعاقة يشتغلوا معاها، وبشكل شخصي منحتني الثقة وأسندت لي التدريب التقني للناس اللي مقدمة عشان تشتغل عندنا في الشركة جديد. كان الرئيس السيسي يقطع خطوات غير مسبوقة في طريق الإصلاح والبناء ليعيد بناء مؤسسات مصر وبنيتها التحتية والارتقاء بمناطق وفئات ظلت خارج الاهتمام لسنوات طويلة، ولكنه وضع نصب عينيه مكافحة الإرهاب وفرض سلطة الدولة على كافة أنحائها والاحتفاظ بوحدتها حتى لا تسقط الدولة أو تتفتت مثلما سقطت دول عربية أخرى وصلت خسائرها إلى 900 مليار دولار. افتكروا لو مصر راحت مننا، والله ما هنلاقي وطن، قسما بالله ما هنلاقي وطن، قسما بالله ما هنلاقي حد يستقبلنا. اوعوا تضيعوا دم ولادنا. واجهت الدولة المصرية إرهابا وموجات متوالية من العنف من قبل الجماعات الإرهابية وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، والتي سعت جاهدة إلى نشر الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار لفرض إرادتها على الشعب المصري بالقوة والعنف من خلال التحريض واستهداف قوات الجيش والشرطة ورجال القضاء وتدمير أكثر من 80 كنيسة وقطع الطرق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة. الكلام ده معمول عشان يكسر إرادة الجيش ويكسر جيش مصر. انتبهوا لما يحاك لنا، مصر بتخوض حرب وجود. تصدت القوات المسلحة والشرطة لهذه المعركة ونجحت في توجيه ضربات موجعة للإرهاب واستطاعت استعادة الاستقرار والأمن تدريجيا وبشكل سريع. أوقف الانفلات الحاد الذي شهدته البلاد في أعقاب ثورتي يناير ويونيو، فضلاً عن ملاحقة جماعة الإرهاب وتحجيم قدراتها، ما أسهم بشكل فعال في انحصار عملياتها الدموية بعد أن ضحى العديد من أبناء هذه المؤسسات بأرواحهم حتى يتسنى للمصريين أن يعيشوا أجواء آمنة. لو إحنا ما حميناش البلد دي هنجيب مين يحميه؟ نرجع سينا تاني إن شاء الله، يعني ربنا يديك الصحة والسلامة إن شاء الله. لا أنا متعود على كده، دي الرابعة وهقوم وهكمل. بمشي في البلد وأنا رافع راسي وأنا بقول أنا أبو البطل. لو قلت لكم إن عدد المصابين أكتر من 12-13 ألف، المصاب اللي بتكلم عليه ده بين مصاب ويعود وبين مصاب لن يعود، عايز إن أنا أخلي بالي منه بقيت عمره هو أسره. ولضمان الأمن والاستقرار الذي تنشده البلاد، حرص الرئيس السيسي على رفع قدرات الجيش المصري القتالية والتدريبية وتزويد القوات المسلحة بنوعيات جديدة من السلاح لإدراكه المخاطر الجسيمة التي تعج بها المنطقة. واستطاع الرئيس أن يصل بالجيش المصري بأن يكون أحد أقوى جيوش العالم وأن يحتل المرتبة 10 عالمياً. نوعت مصر مصادر السلاح وأبرمت عدداً من الصفقات مع كل من روسيا وألمانيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وفرنسا، التي منها تم شراء حاملتي المروحيات مسترال لتكون مصر أول دولة في الشرق الأوسط وقارة إفريقيا تمتلك حاملات مروحيات. التسليح اللي انتوا شايفينه ده تسليح الجيش من موازنات الجيش. وفي نفس الوقت الذي يقوم فيه الرئيس السيسي بتسليح الجيش ومحاربة الإرهاب وبناء الدولة، كانت هناك جهود ملموسة على الصعيد الدبلوماسي لاستعادة مكانة مصر الدولية عبر بناء علاقات دولية قوية مع عدد من الدول الكبرى في مقدمتها روسيا وفرنسا والهند والصين. كان الرئيس السيسي حريصاً على التواجد على مستوى القمة في كافة المحافل الإقليمية والدولية لشرح وجهة النظر المصرية والدفاع عنها والتمسك باستقلالية القرار المصري والتأكيد على عدم التبعية والاستعداد للشراكة مع الجميع في إطار من الاحترام المتبادل لاستعادة الاتزان لسياسة مصر الخارجية والتأكيد على الثوابت المصرية تجاه القضايا الإقليمية والدولية. أقول بكل فخر إن هامة مصر عالية ورايتها خفاقة وكرامتها مصانة. أقول إن قرارنا الوطني ظل في كل الظروف مستقلاً. Egypt
179. وفازت مصر في أكتوبر من عام 2015 بالمقعد غير الدائم لعضوية مجلس الأمن الدولي لمدة عامين، بدأت في عام 2016 بعد حصولها على 179 صوتاً من أصل 193. وتزامن ذلك مع انتخاب مصر لرئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن، وهي تعد أهم لجنة في الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وهي تضع أيضاً سياسات مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي وتتولى الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وفي عام 2016 حصلت مصر على عضوية مجلس الأمن والسلم الإفريقي، واحتفظت مصر برئاستها للأمانة العامة للجامعة العربية عبر انتخاب أحمد أبو الغيط. كما استعادت مصر الدور المصري في إفريقيا وعضويتها في الاتحاد الإفريقي، وتم انتخابها لرئاسة الاتحاد في دورته 31 في عام 2019. كما تم التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا والسودان يضمن حقوق مصر المائية. واتفقنا مفيش ضرر إن شاء الله على حاجة. وكما استعادت مصر خلال فترة حكم الرئيس السيسي ريادتها الدبلوماسية، سعى الرئيس أيضاً إلى استعادة اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب، فذهب لزيارة مقر الكنيسة الكاتدرائية بالعباسية 4 مرات لتهنئة الأقباط بأعياد الميلاد، وكان أول رئيس يقوم بذلك بعد الرئيس جمال عبد الناصر بهدف زيادة الترابط الاجتماعي. فرحتنا تضاعفت بالأمس وبهدية العيد إن سيادة الرئيس، وأنا أعلم إنه كان في سفر ورجع بالسلامة، وأصر إنه يجي ولو لدقائق معدودة، ولكن عظيمة الأثر وعالية القيمة للغاية في حياتنا كلنا كمصريين. وذهب الرئيس السيسي مرة أخرى في نفس العام في فبراير من عام 2015 إلى الكاتدرائية في العباسية لتقديم واجب العزاء للبابا تودروس في ضحايا العملية الإرهابية التي نفذها تنظيم داعش بحق 21 قبطياً مصرياً في ليبيا، بعدما أصدر أوامره المباشرة للقوات المسلحة المصرية باسترداد الكرامة الوطنية بتوجيه ضربة عسكرية مركزة ضد عناصر تنظيم داعش الإرهابي بالأراضي الليبية بعد فعلتهم الخسيسة. أمر الرئيس ببناء وترميم كافة الكنائس التي دمرت بفعل الإرهاب، وأمر ببناء أكبر كنيسة وجامع في العاصمة الإدارية الجديدة. واحنا كمان بنحبكم، واسمحوا لي ان احنا افتتاح الكاتدرائيه النهارده ده رساله كبيره قوي، رساله سلام ورساله محبه. خلي بالكم انتم اهلنا وانتم مننا واحنا واحد، ومحدش ابدا ابدا هيقدر يقسمنا. أولى الرئيس السيسي المرأة اهتماماً كبيراً لأنه يرى أنها ضمير الأمة النابض، ولعبت دوراً كبيراً في استقرار الأمة والحفاظ على هوية الوطن ومواجهة الإرهاب والتطرف، وقدمت أبنائها طواعية من أجل مصر. لذلك جعل عام 2017 عاماً للمرأة، وفي عهده شكلت المرأة 15% من البرلمان و 20% من الحكومة. ولقد أولى الرئيس السيسي الأطفال عناية خاصة، وكان دائماً يقدمهم في افتتاح المشروعات القومية باعتبارهم مستقبل مصر. كانت هذه بعض الإنجازات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فترة رئاسته الأولى، وإنما أنجزه كان حلماً لشعب مصر استطاع إنجازه في زمن قياسي. ما تطبقه وما طلبته يا سيادة الرئيس هو ليس غير اقتصاد سوق اجتماعي يجمع بين العدالة الاجتماعية من جانب وبين كفاءة الأسواق من جانب آخر. وبقولها ليه جمع بين الاثنين؟ لأن أي إصلاح اقتصادي كان هيقولوا لنا إيه؟ لازم austerity measures، لازم تقشف. ما حصلش.
حصل ان احنا انفقنا على البنية الاساسية، انفقنا على الصحة، حضراتكم ذكرتوا الارقام كلها. إذن حصل إنفاق حكومي كبير عكس كل المطالبات اللي بتتم في إصلاحات اقتصادية، إن لا لازم تخفضوا الإنفاق الحكومي. ده عمل طبعا دين محلي كبير، ولكن الدين المحلي ده ما يخوفنيش. إذا قابلوا من الجانب آخر زيادة الإيرادات، زيادة الإنتاجية، حضرتك قلت عاوزين نوصل ل 18 تريليون، أيوة هي دي اللي تخلي الدين، الدين المحلي ممكن يزيد. اليابان عندها أكبر دين محلي بالنسبة للناتج الإجمالي في العالم، ورغم هذا ما فيش إشكال. ليه؟ لأنها عندها قدرة على الإنتاج وعلى الاستثمار وعلى الإنتاجية. الأخوة والأخوات، لقد أنجزنا خلال أقل من 4 سنوات ونكاد ننتهي من إنشاء ما يقرب من 11,000 مشروع على أرض مصر بمعدل 3 مشروعات في اليوم الواحد، وهو رقم قياسي غير مسبوق لأي دولة ناهضة.